سير مدرب. شكرا. إذن هذا النشاط يأتي كأول نشاط علمي يقوم به المركز المغربي للسياسة العمومية لتدبير المخاطر بعد تأسيسه هذه واحد الشهرين. المناسبة ديال هذا النشاط هو أنه جمع تزامن مع الخطاب الملكي الأخير والذي ينادي فيه بضرورة اعتماد نظام أو نموذج تنموي جديد وهيئة له من ناحية الدستورية بعد تعيين الحكومة الجديدة وتعيين رئيس اللجنة الشهوية الخاصة المكلفة بإعداد النشاط. إذا المركز كمؤسسة للتفكير مؤسسة علمية للتفكير قامت بجمع نخبة من المهتمين بهذا المجال من أجل تشخيص هذا النموذج التنموي المنتظر، وهذا يعني هل أن الجهوية المتقدمة انتهت ووصلت إلى مرحلة الاستقلال أم أن هناك عراقيل لم تمكنها من هذا الاستقلال، لأنه لا يمكن إعمال هذا النموذج التنموي الجديد إلا بعد انتهاء مرحلة الجهوية المتقدمة، حيث أن الجهة تصبح عنصرا محوريا داخل بنية الدولة، لأن الأمر يتعلق بتعيق بنية الدولة من حيث الشكل وفق المفاهيم الدستورية. وبالتالي هذا النشاط كما لاحظتم كانت هناك مجموعة من المحاور اللي هي مختلفة للمتدخلين، كل قام بتحليلها من وجهته نظر، هناك وجهة نظر اقتصادية بيئية اجتماعية، كانت مجموعة من التساؤلات. وعلى ما اتضح لي في انتظار الاجتماع ديال المركز ويشخص النتائج ويخرج بالتوصيات، اتضح بأن هناك أمل في العمل على إنجاح هذا النموذج التنموي الجديد، شريطة تكاتف جميع المؤسسات وتفعيل التزامات المؤسساتية والقطاعية في هذا الموضوع. وشكرا. نعم، فيما يخص المقاربة يعني العلمية للموضوع يعني من خلال الرؤية يعني التشاركية بجميع المهتمين يعني سواء اقتصاديين واجتماعيين والثقافيين وكذلك البيئيين، يعني كيفاش المقاربة مثلا إشراك يعني لأن عندما نتحدث عن نموذج تنموي جديد أو نموذج تنموي بصفة عامة فهو يهم جميع أو جميع الشعب المغربي، جميع المكونات سواء تعلق بالعنصر البشري أو بالحيز الجغرافي. عندما نتحدث حنا على الجهة هي محور هذا النموذج. إذن يجب البحث عن عدالة مجالية، إننا نعلم بأن الجهات بالمغرب هي جهات غير متعادلة فيما بينها، لا من حيث الثروات ولا من حيث مجموعة من الأمور أخرى. نعم، في سياق إعداد هذا النموذج التنموي هناك تحولات عالمية وتحولات يعني سياقات وطنية في يعني في إعداد هذا النموذج على مستوى خاصة لاحظنا على مستوى البعد الثقافي، يعني ملامسة من جوانب البعد الثقافي يعني غاية في هذه الرؤية يعني من خلال النقاشات التي يعني الكلمة ديال المركز استحضرت المتغيرات الدولية بشكل أساسي، واستحضرت عصر الثورة الرقمية، استحضرت القضايا البيئية والاجتماعية والتنموية. كل هذه المعطيات يجب أن نأخذها بالاعتبار. إن حاليا احتم فهم العلاقة الدولية تغيير، وأصبحنا نتحدث عن نظام عالمي جديد واحد، أصبحنا نتحدث عن بدء ملائمة القوانين الدولية أو القوانين الوطنية للقوانين الدولية. نعم. كل هذه الأمور على مستوى المركز يعني الاهتمامات يعني الاهتمامات ديالو يعني مستوى الأهداف ديالو على مستوى يعني البرامج ديالو في المستقبل يعني بالنسبة للمركز هو يهتم بكل ما هو تنموي، بكل ما هو قانوني، ما هو اقتصادي، ما هو اجتماعي. هناك برنامج عمل سيتم إعلان عليه من طرف المركز، هناك أنشطة مستقبلية، لكن المركز سيعمل على المصاحبة العلمية لهذا النموذج التنموي الجديد منذ الآن. وبالتالي قلنا أنه بعد الخطاب الملكي تم التأسيس، إذا كانت فرصة باش نديروا هذا أول نشاط، شريطة أن نقوم بمرافقة جميع المراحل المؤسسة لإنجاح النموذج التنموي. شكرا.